السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، هذا هو الدرس 13 من دروس شرح كتاب الكبائر للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، وقد انتهى بنا المقام إلى قول المصنف: باب ما جاء في الكذب. وأود التنبيه قبل أن نشرع في قراءة هذا الباب إلى أننا تكلمنا في الأبواب السابقة عن الجدال، وذكرنا لكم أن الجدال على قسمين: مذموم، وهو الذي من كبائر الذنوب، وهو ما يراد منه الوصول إلى الباطل أو فيما لا منفعة فيه. وهناك جدال آخر وهو القسم الثاني محمود، وهو الجدال الذي يوصل إلى بيان الحق، وذلك مذكور في قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن اعلم أن الجدال كثيرا ما يكون مبتدأه الوصول إلى الحق، ثم لا يلبث إلا أن يكون المراد الانتصار للنفس أو الظهور. ولذلك جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. أنا زعيم أي ضامن ببيت في ربض الجنة أي في نواحيها ومحيطها لمن ترك المراء أي الجدال ولو كان محقا. وبهذا نجمع بين قول الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وبين ترك الجدال ولو كنت محقا، إذ إن المقصود بالحديث من ترك المراء الذي كان ابتداء المقصود فيه بيان الحق ثم غلب الهوى على الشخص، فصار المقصود الانتصار للنفس أو حب الظهور. وهذا من أهم ما ينبه إليه طلاب العلم، فإن كثيرا منهم يكون ابتداء مقصوده في الجدال بيان الحق، لكن لما يعتريه ذلك المجلس أو ذلك المكان أو ذلك الموضع من وجود الحاضرين وتوجه أنظارهم إلى المتكلم، فإنه يدخل حينئذ الشيطان ويغلب على المتكلم حب الظهور أو حب الانتصار للنفس. ولذلك وجب حينئذ قطع هذا الأمر بترك المراء وإن كنت محقا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكذب. وقول الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقوله: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم. وعن ابي مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي الموطأ عنه: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب فينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين. وعن صفوان ابن سليم، وفيه عن صفوان ابن سليم قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. وللترمذي وحسنه عن ابن عمر: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب كبيرة من كبائر الذنوب وهي الكذب، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فالكاذب ملعون،
ولذلك كان الكذب من كبائر الذنوب، ووجه كونه من كبائر الذنوب ما يترتب عليه من المفاسد والبغضاء والشحناء بين المسلمين. سيأتي معنا في هذه الآيات والأحاديث بيان ذلك. قال الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فالكذب من صفات المنافقين وليس من صفات المؤمنين. وقال تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وهذا وعيد أخروي على الكذب. ويقول تعالى: ويل لكل أفاك أثيم، أي لكل كثير الإفك أي الكذب، والويل وعيد شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث التالي الذي في الصحيحين: إن الصدق يهدي إلى البر، والبر هو جماع الخير وهو أعلى مراتب الدين، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديق أعلى مراتب الصالحين بعد الأنبياء. قال الله تعالى: ومن يطع الله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هذه المرتبة الأولى، والصديقين المرتبة الثانية، وهي التي تلي مراتب الأنبياء مباشرة، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي الموطأ: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب فينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه والعياذ بالله، فيكتب عند الله من الكاذبين. وعن صفوان بن سليم قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قيل: نعم. قيل: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. لماذا؟ لأن المؤمن يحب الحياة، أليس كذلك؟ النفس البشرية، المؤمن أو الكافر، يحب الحياة، يحب الصحة، يحب العافية، يحب جسمه، لا يريد أن يتأذى بشيء. أيكون المؤمن جبانا؟ قيل: نعم، لأن هذا طبع فطري. أيكون المؤمن بخيلا؟ أيضا من الأطباع الفطرية حب المال، فلذلك يبخل الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا، لأن الكذب من صفات المنافقين، وهو ليس طبع بشري ولا فطري. الطفل الآن يكذب، الطفل بطبيعته لا يكذب، لا يكذب، لأن الفطرة تلهمه الصدق. ولكن الإنسان إذا توجه إلى الكذب فإنه ناكس فطرته. ولذلك حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كون المؤمن يكون كذابا قال: لا. والمراد أن المؤمن كامل الإيمان لا يكون كذابا، فإذا كذب نقص من إيمانه. وللترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. فالكذب له رائحة معنوية لا نشعر بها، لكن يشعر بها الملك، فيتباعد عن هذا الكاذب ميلا من نتن ما جاء به. وهذه الرائحة المعنوية قد يستشعر بها بعض الإنس ممن يكرهون الكذب لما في قلوبهم من الإيمان. وأنت تجد المجالس التي يكون فيها الكاذبون مجالس منفرة، فتشمئز نفسك منها، أليس كذلك؟ إذا دعيت إلى مجلس ليس فيه إلا كاذب، أو فيه كاذب يكثر الكلام، تشمئز نفسك منه وتخرج من ذلك المجلس، أو لا تحرص على الحضور إليه. وهذا كله من نتن الكذب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إخلاف الوعد، وقول الله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أخرجاه أي البخاري ومسلم في الصحيحين. ولهما عن ابن عمر مرفوعا: أربع من كن فيه كان منافقا خالصة، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
ذكر المصنف هذا الباب في إخلاف الوعد، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وهو على قسمين. القسم الأول أن يعد وفي نيته ألا يفي، فهذا هو الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب، وهو من صفات المنافقين، هو المقصود في هذا الباب. والقسم الثاني أن يعد وفي نيته أن يفي لكنه تخلف لعارض آخر، وهذا ليس بذنب فضلاً عن أن يكون من كبائر الذنوب. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي ولم يجئ في الميعاد فلا إثم عليه، يعني عرض له عارض فلم يأتي، والحمد لله على ذلك. والحديث أخرجه أبو داود. فمن كانت فيه هذه الصفة كانت فيه صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله، وهذا الأمر مآله إلى النفاق. فالله تعالى يقول: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه. والباء سببية والما هنا مصدرية، أي بسبب ما أخلفوا الله ما وعدوه. والنفاق أيها الإخوة مخالفة الباطن للظاهر، فإن كان في الاعتقاد بأن يظهر الإيمان بالله ورسله وكتبه ويبطن الكفر فهذا هو النفاق الاعتقادي الأكبر المخرج من الملة، وإن كان في العمل كإخلاف الوعد وكالفجور في الخصومة وكالغدر في العهد وكالخيانة في الأمانة كما جاء في هذه الأحاديث، فإن هذا هو النفاق العملي وهو النفاق الأصغر، ويدخل فيه الفعل والترك، وهو على مراتب أيضا. وبهذا نعلم أيها الإخوة أن إخلاف الوعد من صفات المنافقين، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. قال المصنف: باب ما جاء في زعموا، وقول الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي فتثبتوا. وعن أبي مسعود أو حذيفة مرفوعا: بئس مطية الرجل زعموا، رواه أبو داود بسند صحيح. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان كبيرة من كبائر الذنوب، وهي نقل الأخبار والأحاديث بلا تثبت، نقل الأخبار والأحاديث بلا تثبت. والزعم هو الظن، الزعم هو الظن. وأنت ترى كثيرا من الناس في هذه الأيام إذا جلس في المجالس يقولون وقالوا وسمعنا وقيل، هذا هو المراد بهذا الباب، زعموا. ولذلك قال الله عز وجل في حادثة الإفك: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أهل الإفك من دخلوا في هذه الحادثة كثير منهم كان ناقلا للأخبار لكن بغير تثبت، ومع ذلك هم يحسبونه هينا، وكان الأمر عند الله تبارك وتعالى عظيم. ولا شك أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي فتثبتوا. واليوم أن ترى الناس كثيرا منهم في وسائل التواصل الاجتماعي أو في المجالس أو في غير ذلك ينقلون الأخبار عن الفساق أكثر من الصالحين، وهم داخلون في هذه الآية والله المستعان. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فينبغي على الإنسان أن يتثبت قبل نقل الأخبار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل، أي مركب الرجل، زعموا. في كل مجلس تراه يركب هذا المركب، سواء كان ذلك بلسانه الحسي أو بلسانه الحكمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ينقل حديث فلان وعلان والخبر الفلاني من مواقع التواصل الاجتماعي الفلانية، أو عن طريق وسائل الإعلام الأخرى من قنوات أو وسائل مسموعة أو حتى بعض الكتب المقروءة. كل هذا لا ينبغي لك أن تنقله إلا أن تتثبت به. وما انتشرت الشائعات بين المسلمين والخوف والذعر والبغضاء والشحناء إلا بسبب نقل هذه الأخبار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. وأنت ليش تجعل قلبك وعقلك كالإسفنجة
تتشرب كل ما يلقى فيها. ليش تجعل نفسك كذلك؟ اجعل نفسك كالزجاجة أو كالمرآة، لا يدخل منك إلا الصحيح ولا يخرج منك إلا الصحيح. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه الوصية هي وصية شيخ الإسلام له، قال: فمن انتفعت بوصية بمثل من انتفعت بهذه الوصية. اجعل نفسك كالزجاجة مصقولة، ما هو بكل شيء يمر من خلالها، ما هو بكل شيء يمر من خلالها، فإذا مر عندك شيء تثبت منه وتحرى، فإن كان صدقا فأخبر به إن كان فيه مصلحة، وإن لم يكن فيه مصلحة فلا تخبر به. ولذلك جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخير في هذا الباب أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وفي رواية: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وكلا هاتين الروايتين ذكرهما مسلم في المقدمة، ومقدمة صحيح مسلم ليست على شرط مسلم بخلاف صلب الصحيح. والسبب في ذلك أن الإنسان يسمع الحق والباطل والخير والشر والصدق والكذب، وإذا حدث بذلك كله كان لزاما عليه أن يحدث بالكذب والشر والباطل الذي سمعه، أليس كذلك؟ فلا تنقل كل شيء. ومن جميل ما يروى قول الشاعر: لم تعطى مع أذنيك نطقا واحدا إلا لتسمع ضعف ما تتكلم. اليوم الإنسان يتكلم أضعاف 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 ما يسمع. وسبق وأن ذكرت لكم أن هناك دراسة أن الرجل يتكلم في اليوم والليلة 35,000 كلمة، وأن المرأة تتكلم 70,000 كلمة في اليوم والليلة. طيب ليش هذا النقل كله؟ إلا لتدخل في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. الباب الأخير معنا في هذا الدرس قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه، وقول الله تعالى: قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهذه الآية جاءت في قصة البقرة، في سورة البقرة، حينما قالوا لموسى حينما أمرهم أن يذبحوا بقرة: قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالهزو أو الهزو من صفات الجاهلين وليس من صفات الأنبياء. وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها مرفوعا: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، أخرجاه. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن المزح بالكذب لا يجوز كذلك، أن المزح بالكذب لا يجوز كذلك، وأن الهزو من صفات الجاهلين وليس من صفات الأنبياء. وساق المصنف هذا الباب لبيان أن هناك نوع من الكذب جائز، على أن الكذب قبل قليل ذكرنا أنه من كبائر الذنوب، لكن هناك أنواع من الكذب جائزة، ومنها هذا الكذب: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي، أي يبلغ بكلامه خيرا، هذا لا يكون كذابا، وهذا هو النوع الأول، الإصلاح بين الناس. ولمسلم قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، يعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها. وهذه الثلاث يجوز الكذب فيها: الإصلاح بين الناس، والحرب، لأن الحرب خدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقصد غزوة إلا ورى بغيرها كما في الصحيحين، لأجل أن تؤتي الحرب ثمارها فينتصر المسلمون، وإن لم يفعل القائد المسلم ذلك لا أودى بجيشه إلى الهلاك. وحديث المرأة زوجها وحديث الرجل امرأته، هذا مما يجوز الكذب فيه. اكذب لأجل أن تدوم العشرة بالمعروف بينك وبين زوجتك: أحبك، والله لا أجد امرأة حسناء في نظري إلا أنت، ما أجمل طعامك، ما أطيب رائحتك، ما أحسن حديثك، ما أجمل وجهك. اكذب لتدوم العشرة بالمعروف بينك وبينها. ومن جميل ما ينقل ما جاء في التاريخ، ما جاء في التاريخ الكبير للبخاري، نعم، وفي تهذيب الآثار للطبري، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني نشدت امرأتي هل تحبني؟ فقالت: لا. فدعا بها فقال لها: أأنت قلت كذا وكذا؟ قالت: يا أمير المؤمنين، نشدني بالله أفأكذبه؟ قال: بلى فاكذبيه، أكل البيوت بنيت على الحب؟ إنما يتعاشر الناس بالإسلام والإحسان. ما تحب زوجتك؟ طب أخبرها أنك تحبها وماذا يحصل؟ أخبرها أنك تحبها، ما تحبك هي
تخبرك أنها تحبك ونحو ذلك مما يتعاشر به الإنسان بالإسلام والإحسان. وضابط الكذب الجائز أيها الإخوة، كل كذب ترتب عليه مصلحة ولم يترتب عليه مفسدة بوجه من الوجوه فهو جائز. دخلت عند مضيف لك: يا فلان تعشيت اليوم؟ أنت ما تريد أن تكلف عليه؟ نعم تعشيت، تعشيت، لا بأس بذلك، أنت ما تريد أن تكلف عليه، وهذا الكذب ترتب عليه مصلحة ولا يترتب عليه بمفسدة بوجه من الوجوه. رجعت من الدوام تعبان، قال لك أبوك: أنت تعبان يا ولدي؟ لا لا الحمد لله ما أنا بتعبان، ما فيني إلا العافية، اللهم لك الحمد. تريح بهذه الكلمة قلب والدك. دخلت عند الوالدة وأنت خسران في تجارتك: عسى ما خسرت اليوم. لا أبشرك يا يمه، اليوم ربحت. طيب بهذا الكلام نفسه وقلب والدتك، لا بأس بذلك كله، لا بأس بذلك كله، حتى وإن وصل بك الأمر إلى الحلف فلا بأس بذلك. ولا يشكل عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند مسلم: اليمين على نية المستحلف، أو قوله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه أو به صاحبك. فإن هذا المقصود به الظاهر، المقصود به الظاهر. فإذا حلفت في مجلس قضاء ثم عدت عن يمينك فإنه لا يقبل قولك ولو قلت إنني كاذب. هذا له مقام وذلك له مقام. واعلموا أيها الإخوة أن في التورية والمعاريض ما يغني عن الكذب، فقد جاء في السنن الكبرى للبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: في المعاريض ما يغني عن الكذب، في المعاريض ما يغني عن الكذب. أنت كنت نايم، لنفترض أنك كنت نايم زين، واتصل عليك شخص وقال لك: يا فلان وينك؟ أنا كنت أريدك. وأنت تعلم أن هذا الشخص لو قلت له إنني نائم سيأخذ بخاطره عليك: أنا والله كنت مشغول. النوم أليس شغلا؟ النوم أليس شغلا وراحة لحتى تتقوى على ما بعده؟ هذا معاريض تورية. فلان تعشيت الليلة؟ عفوا، قال لك فلان تعشيت؟ نعم تعشيت، وأنت في نيتك أنك تعشيت أمس، لا بأس بذلك. في المعاريض والتورية ما يغني عن الكذب، هذا كله جائز، لكن بشرط أن يترتب على ذلك مصلحة ولا يترتب عليه مفسدة بوجه من الوجوه. قال المصنف: عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيتنا، قالت: ها تعال أعطيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. رواه أبو داود. وهذا الحديث بيان في أن الكذب يكون صغيرا ويكتب. ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قال لصبي: ها تعالى أعطك، ثم لم يعطه فهي كذبة. وله عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قال: قلت يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه أيعد ذلك كذبا؟ قال: نعم، إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة، كذيبة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، والله المستعان. وللترمذي وحسنه مرفوعا: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له، ويل له. انظروا إلى المجالس اليوم، هذا يكذب وهذا يكذب وهذا يكذب وهذا يكذب، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له، ويل له. فانتبهوا أيها الإخوة من ذلك. ومما يجوز في الكذب وأختم به ما يكون من قبيل التشبيه والتمثيل للتعليم. يعني لو كان مدرس في المدرسة أقام فلان من الطلاب وفلان من الطلاب وقال: يلا يا فلان، لنفترض أنك أنت الأب وأنت الابن، كيف يبر الابن أباه؟ كيف يخاطب الابن أباه؟ فيأتي الابن ويقول: يا أبتي كذا وكذا، ويقول الأب: يا ابني كذا وكذا. هذا تمثيل، تمثيل لبيان الدرس، فلا بأس به، وهذا عليه أدلة كثيرة، ليس هذا مقام بيانها، لكن أفتى بذلك جمع من أهل العلم، منهم الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم. وهذا الباب باب واسع حتى يفهم منه حكم أيضا التمثيل إذا كان فيه مصلحة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.